الحجم. وهنا أسألك عن هذه الفجوة الكبيرة، عن تضارب المعلومات تحديدا بين الصحف وبين ما تعلنه المستشفيات وأيضا ما يصرح به الجيش، كيف تراه وكيف ينعكس أيضا؟ يعني يقال بالسياسي انه بالحروب اولى ضحايا الحروب هي الحقيقه، وخاصه في اسرائيل. يعني مساله اخفاء العدد الحقيقي للقتلى والجرحى والخسائر الاقتصاديه وغيرها ليست بالجديده، منذ بدايه انشاء الكيان وكل حروب اسرائيل تحاول يعني ان تخفي، وذلك لسببين. سبب مرتبط بالجبهة الداخلية الإسرائيلية وبقاء الجنود متماسكين ومعنوياتهم عالية وعدم انهيار الجبهة الداخلية، وخاصة أنه الجبهة الداخلية في إسرائيل والمجتمع حساسين جدا من مقتل جنود بالمعركة. المجتمع اليهودي عنده حساسية عالية جدا من مقتل أي جندي بساحة المعركة. هذا جانب. الجانب الآخر والمرتبط بالفلسطيني، أنه إسرائيل مقتنعة أنه في حال أعلنت بشكل حقيقي وصريح عن عدد قتلاها وجرحاها، هذا سيؤدي إلى زيادة حافزية وإرادة ومعنويات المقاتلين الفلسطينيين، وسيعمق ثقتهم بذاتهم، وسيؤدي إلى زيادة عمليات المقاومة، وأن تشكل هذه المعلومات رافعة جديدة للاستمرار ثم تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة أن المعركة النفسية والحرب المعنوية وحرب، لأنه بالنهاية صراع إرادات. يعني كيف لجماعة مقاومة تمتلك يعني مقومات وبنية تحتية متدنية جدا مقارنة مع أقوى جيوش العالم، لولا أن المسألة مسألة إرادات لما حصلت معركة طوفان الأقصى، لما أصلا استمرت المقاومة الفلسطينية، لكان رفع الشعب الفلسطيني الرأي البيضاء من عشرات السنين. بالتالي إسرائيل تعي تماما، ولكن نعم. المهم في هذا الموضوع هو أنه صحيفة يدعوت أحرنوت هذه المرة الثالثة وهارس أيضا بدأت تشكك في المعلومات التي تصدر والبيانات عن الناطق العسكري، وأعتقد أنه هاي مسألة مهمة جدا، وقد تكون لأول مرة بتاريخ الحروب أنه الإعلام العبري الذي يتجند بكامله خلف الرواية العسكرية وخلف الحكومة وخلف الجيش في حربه ضد الفلسطينيين والعرب يبدأ يشكك، وهذا موضوع خطير جدا في اللحظة التي سيفقد فيها المجتمع اليهودي ثقته بالجيش وبالرواية. أعتقد أنه هذا سيكون بداية لتفكك المجتمع وانهيار الدافعية وانهيار دعم الجيش الإسرائيلي المجتمع للجيش. وبالمناسبة بعد أن أعلن قبل أسبوع باليدعوت بدأ الجيش الإسرائيلي يعلن، يعني بالأمس أعلن عن 43 جندي، وقبله بساعات عن 36 مصاب، وقبله بيوم عن 27 مصاب. لم تكن هاي الأرقام يسمح عنها من قبل الناطق العسكري. لكن على جانب